طيب دكتور، يعني في الأول في الآخر لازم يكون في رقابة الحقيقة، أو في تشريع لطريقة استخدام الـ AI بما أنه وصل لمراحل مرعبة. بالظبط. هل دلوقتي موجود رقابة كافية على المحتوى؟ احنا بنتكلم على رقابة عالمية بقى، يعني بنتكلم حتى على يمكن ethics أو code of ethics عالمية. هل موجود ده دلوقتي ولسه الدول ما لحقتش تواكب تطور التكنولوجي تشريعيا، يعني من الناحية دي أو رقابية؟ هل جبت السؤال والإجابة؟ هو اليونسكو من سنتين طلع تشريع على مستوى العالم كله ب 74 لغة منهم اللغة العربية، إن التشريعات دي هي الإيثكس أو هي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم كله. الغريب إن من سنتين ده بقى تشريع قديم جدا، لأن الدنيا عمالة بتتغير وتتطور أعلى بكتير قوي من الشكل التشريعي. فالذكاء الاصطناعي شكله عايز له ذكاء صناعي يعمل تشريعات أبديتد معاه، يعني كل شوية لما يطلع تشريع هو يأبديت التشريعات اللي تخف على التطور الشديد اللي بيحصل من الاي اي دلوقتي. فلا، في حاجات كتيره جدا، تشريعات جديده جدا لسه عمالين يتكلموا من كام يوم، ان بقى قدراته الجديده على الرسم وتشكيل موسيقى وتشكيل كذا وتشكيل. طب مين صاحب الملكيه الفكريه دي؟ الاي اي ولا في بني ادم اللي عامله ولا مين؟ اهو ده تشريع. انا بتكلم في ايه؟ بيكون صاحب الاكونت بالظبط، يعني ما ملهاش حل. في حاجات كتيره جديده قوي، منها اللي حضرتك تفضلتي بيها، الشفافيه بتاع الشركات، ان الشركات ما تستخدمش الذكاء الاصطناعي ده في التشويه النفسي للطفل او لغير الطفل حتى، او للمراهق او للكبير في السن، او 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 كل الناس اللي هي محتاجه الصحبه دي، انه ما يقدرش يوظف دي في ان هو يعمل ابتزاز مادي او ابتزاز معنوي او ابتزاز جنسي او اي شكل من انواع الاشكال اللا اخلاقيه لتوظيف الذكاء الاصطناعي. طيب التشريعات موجوده، لكن من يطبق هذه التشريعات؟ وزي ما حضرتك ذكرت قلت التشريعات دي مثلا وليكن بقالها سنتين، لكن هي محتاجين تشريعات جديده دلوقتي لان التطور. طيب خلال السنتين دول هل في اي حاجه حصلت من اي شركه من الشركات المعنيه بهذا الامر وعوقبت؟ وعوقبت واتغرمت غرامات رهيبه فعلا فعلا. وانا عايز اقول لحضرتك الحاجه الشهيره بتاعت منصه الفيسبوك ميتا دلوقتي، يعني لما اتغرمت في دول اوروبا انها استخدمت بيانات في التدريب على الذكاء الاصطناعي عشان تعمل الشكل التجاري، واوروبا غرمتها غرامات مهوله بالمليارات. ما هو ده كان نتيجه ايه؟ نتيجه انه عنده تشريع قادر يحط التشريع ده جوه محكمه ويجيبه ويطبق عليه انه استخدم ده في شكل غير مشروع. فطبعا كمان الجزء الاكبر من كده ان في علوم جديده محتاجين الناس هنا في مصر تتدرب عليها عشان تعرف تطبق التشريع. علمين، واحد اسمه ديجيتال فورنسكس او الاستدلال السيبراني الجنائي، ده علم جديد تماما. والعلم ده دلوقتي مش محطوط في كل الكليات اللي احنا محتاجين انها تتحط فيها. وعلم اخر هو اسمه الهندسه الاجتماعيه للذكاء الاصطناعي.